أنا من الدراسة كنت من الشطار، لكن ما كنت عارفة بالضبط أنا شنو اللي حبيته وأنا شنو اللي أبي أسويه في حياتي. بس اجتهدت ودرست والحمد لله أخذت شهاداتي كلها اللي أبيها، وفي الأخير بديت أدور في مجال العمل إيش أنا يناسبني. يمكن ما لقيت على طول اللي يناسبني، فاشتغلت في جهات مختلفة، خدت منها خبرة كثيرة أكيد واستفدت منها في نواحي مختلفة، لكن لقيت النداء الخاص فيني أنا لما شفت في يوم من الأيام في الجريدة إعلان عن إقامة مهرجان سينمائي في قطر. وبما أن أنا أحب الأفلام من صغري، حسيت أن هاي شيء جاني من الله، أن شيء أنا أحبه وممكن أشتغل فيه، فقدمت على طول. وفي خلال أسبوع غيرت شغلي وبديت أشتغل في المهرجان، ومن يومها من 2009 لين الحين أنا مع هاي المجال. طبعا كل طريق نجاح تكلل بصعوبات مختلفة، وتختلف من شخص لآخر، تختلف من رجل لامرأة، وتختلف من امرأة لامرأة نفسها. يعني أنا بالنسبة لي كان يمكن من الصعوبات اللي دائما تواجهني، بما أن أنا أيضا متزوجة وأم، هي التوفيق بين عملي وبين حياتي الأسرية وحياتي مع عيالي وزوجي وتربيتهم. فهاي كان بالنسبة لي يمكن أصعب تحدي. الحمد لله قادرة لين اليوم أني أوفق بين الاثنين قدر ما أقدر. ما حد يقدر يسوي كل شيء 100%، بس الحمد لله أنا قادرة أن أنا أتابعهم، حتى لدرجة أن حاولت قد ما أقدر في شغلي حتى أخلي ساعات العمل فلكسبل، على أساس أن أنا أقدر أرجع في البيت وقت مناسب، أعطيهم الأهمية والانتباه اللي هم يحتاجونه. بالنسبة لي كانت مسؤولية حمل هذه المؤسسة ومهرجان أجيال مسؤولية كبيرة، وأنا الحمد لله من النوع اللي إذا عندي مسؤولية أبتدي أحاتي من داخل وأبتدي أقلق وأبتدي أفكر شلون ممكن أن أنا أتخطى هاي التحدي أو أنجز هذه المسؤولية بصورة تشرفني أنا أولا، تشرف أسرتي، تشرف بلادي، وتشرف من حملني هاي المسؤولية. وهاي اللي خليني ويدفعني في الأخير يعني أتغلب على أي شيء، سواء وقت سواء تعب سواء سهر، أني أقدر في الأخير أوصل. والحمد لله بالتعاون بيني وبين فريق العمل في المؤسسة قدرنا أن احنا في مرحلة قصيرة ننجز هذه الإنجازات. أنا أحب دايماً الإنجاز، أحب دايماً أي شيء أسويه بأحسن طريقة وأكمل طريقة أقدر أسويه فيها. ما في شيء كامل، لكن دايماً أحب أن أنا أوصل لأحسن النتائج في أي عمل أسويه، سواء كان في حياتي الخاصة أو في حياتي العملية. وفي حياتي العملية طبعاً بشكل أكبر، لأن في بحكم منصبي وبحكم نوعية العمل اللي نشتغل فيه شيء يعني ظاهر للجمهور بشكل كبير، فدايماً أحب أن أنا أكون في عملي مع التيم اللي معاي مع فريق العمل كله، أن احنا ننجز بأحسن طريقة ونقدر نوصل صناعة السينما في قطر لمستويات عالية. والحمد لله خلال 6 سنين قدرنا أن احنا نوصل لإنجازات عالمية، لكن دايماً نطمح للأكثر والأكبر إن شاء الله. احنا نعيش في مجتمع، احنا ما نعيش ان ايسوليشن او لوحدنا، دائما لازم نحط اعتبارات لمجتمعنا، نحط اعتبارات لاسرنا، وهي شيء انا اسويه حتى في شغلي. لكن في الاخير اذا الحد عنده حلم وحاب انه يحقق هاي الحلم بيقدر انه يحققها. العادات والتقاليد ما تمنع اي حد انه يقول قصصه للعالم، انه يحكي قصه موجوده هني في عندنا في منطقتنا في بلادنا عن بيتنا للعالم، لان احنا العالم قاعد يحكي قصصنا من برا ويحكيها بالطريقه الخطا. فاحنا لازم الكل، اي حد سواء امراه او رجل يبي يدخل في هالمجال ويبي يحكي القصص بالطريقه الصحيحه للعالم ونطلعها احنا من عندنا برا وجهه نظرنا احنا، لازم كلنا نساندهم. وان شاء الله حتى لو في البدايه كان في صعوبات، في الاخير حتى شيء احنا نواجهه مع المخرجين اللي نشتغل معاهم، مع الطلاب اللي يجونا في اجيال
الرجال في البداية ممكن الأهالي ما يقتنعون أو ما يستوعبون إيش الهدف من اللي إحنا قاعدين نسويه، بس مع الاستمرار ومع التكرار يبتدون الأهالي يشوفون قيمة العمل اللي إحنا نأديه، وقيمة إن الواحد يعمل فيلم لو دقيقة واحدة لو 3 دقائق ويطلعونه برا للعالم ويشوفون تأثير هذه القصة على العالم ونظرتهم لنا. وإحنا بحاجة اليوم صراحة أكثر من أي وقت مضى لقصص تطلع من عندنا، لناس يسمعون وجهة نظرنا إحنا ويشوفون عالمنا من أعيننا إحنا مش من أعين الغرب. للنساء خاصة أحسن نصيحة ممكن أعطيهم إياها أن نتعلم أن ما في حد كامل. أنا طول عمري كنت أحاول أحقق الكمال في كل شيء، بس من تجربتي ومن خبراتي مع أسرتي ومع شغلي علمتني الحياة أن الكامل بس الله، وإحنا اللي نقدر نسويه أن نشتغل بجهد وبأمانة وبصدق ونحقق اللي نقدر نحققه. في الأخير اللي يشتغل وحاب الشيء ومن قلبه وبضمير بينجز إن شاء الله، حتى لو كان في صعوبات، حتى لو كان في مشاكل تواجهها، لكن لا نحاول أبدا خاصة كامرأة لا تحاولين أنك تحققين الكمال في بيتك أو في شغلك. تأنيب الضمير هاي شيء عايش مع المرأة في حياتها كلها. نحاول قد ما نقدر ما نسمع لهاي الصوت ونحاول نكون إيجابيين في أي شيء نسويه. طبعا انا اقول تعلمت شيء جديد، ان احنا المفروض ما نقول نتمنى بس نقول نرجو من الله. ان ارجو من الله يعني والبشائر موجوده ان المراه تستمر في نجاحاتها. اهم شيء التعليم، تستمر في تعليمها وعملها وتحاول قد ما تقدر ان توفق، لان الام مدرسه اذا عددتها عددت شعبا طيب الاعراق، فهي تعليمها جدا جدا مهم. والحمد لله هاي شيء في الخليج موجود ومتوفر. نتمنى إن شاء الله في الدول الثانية في العالم يكون هاي الشيء بعد متوفر، لأن في الأخير صار العالم كله قرية صغيرة والكل يأثر في الثاني. نحن قادرات جدا. Together we can do everything we want.